بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله راكم بخير. اليوم جاتني هذه الشفرولي افيو، تشوفين لهنايا 2007، هاي ما شاء الله نظيفة. وعدتكم باش نديكم واحد الفيديو فيما يخص مؤشر الزيت كيعود يرمش في الخمول في الرالونتي، اللامبا تاع الزيت تعود ترمش. اليوم راح ندير لكم عليها فيديو وان شاء الله راني لقيت لكم الحل. قلت بزاف منكم يكلموني يقولوا لي عمي حميد هذا المؤشر تاع الزيت اللي لهنايا راك نعودوا في الرالونتي في الخمول يعود يرمش، ورانا بدلنا قد شن حاجه وباقي هو هو. هي في الحقيقه لازم نبداو بالحوايج السهله صعب. اولا نشوفوا الزيت تاعنا، هل الزيت اللي درناه الخطره الاخرى مليح ولا لا، ومن بعد واش نديروا نشوفوا مصفات الزيت دير لهنا هل هي اصليه او لا. من ماذا بكم ديروا حاجه اصليه، ومن بعد لا بدلتوا الزيت وبدلتوا المصفات وما عادش ترمش، ما عادش المؤشر ما عادش يشعل، تهنيتوا. لا باقي هذيك الساعه واش ديروا، روحوا بدلوا المانو تاع الزيت. بعد ما تبدلوا تاع المانو تاع الزيت راقبوا شوفوا، بصح لا هي اللي راحت هانا تهنينا من المشكل، بصح لا ما راحتش بلاكم تروحوا تبدلوا لا بومبا لويل مضخه الزيت، خاطرش من مضخه الزيت ومن بعد يقول لكم هاي الفيلبركان ومن بعد يقول لكم هاي الارباكام، ومن بعد تلقوا رواحكم درتوا ريفيزيون جينيرال، تلقوا رواحكم درتوا صيانه عامه، ومن بعد كي نوض لكم السياره المؤشر يبقى كيف كيف. الحل خاوتي لا ما راحش هذا العطب وباقي ترمش، بعد ما بدلتوا الزيت وبعد ما بدلت مصفات الزيت والمانو ثم واش ديروا، شوفوا الميكانيزم تاعكم ينحي لكم هذه المصفات تاع الزيت. لداخل كاين ان كلابي اونتي روتور يقولوا له، هذاك الكلابي ساعه شي تراكم فيه الاوساخ ويعود ما يفرميش وتعود تشعلك من اللامبا، هذه من جهه. ومن جهه اخرى ساعه ربي يهدي من الميكانيسيا يكثروا اللاصق اللصقه هذيك الكحله يكثروها بزاف، هذيك اللصقه تقعد تدور دور ومن بعد تروح للسيركوي تاع الزيت وتلصق ثم وتدير مشاكل. في زوز فيديوهات راني درتهم وقلت لكم راه زوز من الناس، واحده اخت من جزائر العاصمه ما خذاتش راي ودارت ريفيزيون جينيرال وقعدت ثاني كيف كيف، واخر لهنا من ولايه ثاني بسكره ثاني دار صيانه عامه دار ريفيزيون جينيرال وباقيه ترمش له كيف كيف. الثاني خاسر تقريبا واحد 12 مليون وباقيه كيف كيف. الحل دركا نوريه لكم في افيو اخرى باش تفهموا، دركا تشوفوا الفيديو. اول حاجه نحو المصفات تاع الزيت تاع السياره تاعك كما راك تشوف. درك نوريكم الكلابي دراتور كيفاش اللي راه يدير في المشاكل. خاوتكم راكم تشوفوا لهنا، هذا هو كلابي دراتور، مش عارف تشوفوا لهنا، شوفوا فيه بيا وراه فيه بيا لهنايا، هذه البياسة اللي راه هنايا اسمها كلابي دروتور، اسمها كلابي دروتور وفيها بيا وفيها رصاص مر 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 البيا هذه. في اغلب الاحيان كي تعود السيارة مؤشر تاع الزيت يرمش معناتها لهنا هذه البيا مش ترمي. واش هو قادر يكون لهنايا لاصق لاكول لصقت الداخل مش تخلي في البيه تفرمي، او يكون كاش مكان اوساخ، او يكون الرسور اللي راهو الداخل يكون في الشلب. هذا هي هذه لاعت خوتي السيارات تاعكم
سينيالي لامبات سينيالي بدلوا هذا الكلاب هيدراتور راه يتنحى. أنا وحدي برك نصوره هذاك لي شويه راهي صعيبه. شوفوا سيروا له بولون هكذا طويل هنايا سيروه وجبدوا وجبدوا هذا الكلابي راهو يجبد وبدلوا واحد جديد لقيتوه لما لقيتوهش نقوه ورجعوه. خاوتي هاو الكلابي اونتي روتور اللي كتشوف فيه لهنايا كما قلت لكم هو اللي يدير المشاكل. هذا باش تنحوه لازم تجيبوا بولون تيزناف وكل الفيتاج رقيق راهو يسيره فيه سيروه كما كتشوفوا راهو يسيره عادي هكذا. من بعد اخبطوا البولون يخرج بكش حاجه هكذا. وباش تحطها بلاصتها ثاني كيف كيف حطوا لهنا اون دوي ولا حاجه اخبطوها بشويه ترجع بلاصتها. هذه هي باش ترجعوه ولا دير واحد جديد راهو سهل. بدوي برك حطوه بلاصتو وخبطو راهو يرجع ويحكم بلاصتو كما كتشوف. خاوت في الاخير ان شاء الله راكم استفدتم من هذه الفيديو البسيطه. نقول لكم ما تنساوش دعاكم وثانيا اشتركوا في قناه المركزيه يوتيوب حميد ميكانيك. السلام عليكم.